مدينة تيزنيت. طبعا تقديم تعازينا الحارة لأخونا وصديقنا السي محمد بودربال في الوفاة ديال المرحوم سفيان، اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ليه الرحمة والمغفرة، وخاصة الوالدين ديالو الصبر والسلوان. احنا جينا لهنايا بطبيعة الحال تيزنيت كيف قلت لمؤاسة أخونا السي محمد بودربال. بالنسبة المغرب لكأس العالم 2026، الحظوظ الحمد لله وافرة، لأنه الملف ديال المغرب ملف قوي، ملف إذا صح التعبير كنقولوا بأنه نقي، يعني كاع الشروط متوفرة فيه. طبيعة الحال كاين واحد العدد ديال الناس لما كيهضروا على المنشآت الرياضية اللي كتوفر عليها الأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية والكندا والمكسيك، ولكن ما نساوش بأنه غنذكروا بانه الهدف الاساسي ديال اصلا ديال الفيفا منذ زمان، وهو تنظيم كاس العالم في اي بلد، وهو تنميه الاقتصاد وكذلك تنميه الرياضه في ذاك يعني البلد اللي كيتنظم فيه كاس العالم. فلهذا الحمد لله احنا رغم يعني كل ما يقال، انا اظن بانه كاين هناك عمل جبار كيتقام من طرف المسؤولين اللي كيشرفوا على الملف ديال المغرب. ونزيد ناكد بانه كاين واحد العدد ديال الناس في اللجنه اللي ما كينعسوش تقريبا. فاحنا متاكدين بان ان شاء الله بحول الله المغرب في حاله مشينا حتى 13 جوان غادي يكون في الوقت ديال الفوت، ان شاء الله بحول الله المغرب يعني كاس العالم غادي تكون في حوز المغرب 2026.